optique géométrique. Alors, après la chose n'allait pas, on a les lois de Snell-Descartes. On a la base de l'optique géométrique. Les lois de Snell-Descartes, on a deux lois. Loi de réflexion et loi de réfraction. Fait la partie a dit, la loi de réflexion. On a l'exemple, Tarif, qui dit, la réflexion, c'est un changement de direction de la lumière lorsqu'elle rencontre une surface capable de la faire revenir dans son milieu. Je crois que c'est là, la réflexion, c'est un changement de direction lorsqu'elle rencontre une surface capable. اي واحد فينا فيك مشى للبحر الشمس فاش كضرب الاشعه ديالها على سطح البحر كيرجع ليه الضوء في عينيه. هنا غنشوفوا المثال في الصوره. غنقولوا انه هنا كاين داك السيد اللي كيشوف هنا كما كنشوفوا الشميسه كتجي اشعه الشمس كضرب على سطح البحر وكيرجع لوميير السيد اللي كيشوفو. هذا هو ليكزامبل اللي بغيتكم تشوفوه باش من بعد غندوزو لي فورمول ماتيماتيك. حيت قال واحد السيد سميتو غاندي كو ليكزامبل سي با لا ميور ميثود دو كومبرون مي سي لا سول. الوغ هنايا دابا غنشوفو هادشي ماتيماتيكمون. هنا اول حاجه خصنا نعرفو هو كل حاجه والتسميه ديالها. عندناك اول حاجه خصنا نعرفوها هذاك لا سيرفاس اللي قلنا خصو يكون كابابل باش يرجعنا لا لوميير كيتسمى لا سيرفاس دو سيباراسيون. وهذا كنعملو فوق من عمود اي بيربوندكولير هذا اللي كيتسمى لو نورمال ولا نورمي. وهذا كيكون واحد الزاويه قائمه هنايا. لوميير اللي شفنا جاي من الشمس في ليكزامبل اللي فات هو هذا كيتسمى غايون انسيدون. غتنطيو معايا حيت هادو راه ضروري خصكم تحفظوهم حيت في التكست غيبقى يقول لك غايون انسيدون غايون ريفليشي سيرفاس سيباراسيون باسكو خصك عارف كل حاجه شنو كتعني. الوغ قلنا هذا اللي كيكون جاي هو غايون انسيدون هذا لا نورمال كيضرب سيرفاس سيباراتوار هذا اللي كيرجع كيتسمى غايون ريفليشي. فهاد ليكزومبل هذا الغايون هنايا لوميير اللي كيرجع كيتسمى غايون ريفليشي. الوغ كو نعتبرو هذا هو لير نحاولوا نتخيلوا ان هذا هو ليكزومبل اللي شفنا قبل. هذا هو لير هنايا لير عنده واحد انديز ريفراكسيون ديالو هنايا عندنا لو عنده واحد الانديز ديالو مختلف تلك ان ديفيرون ان بريم. لو لوا ديالنا اللي عندنا واللي خصنا نعرفوه وضروري هو انه نسيت ما قلت لكمش هادي هي لونغ دانسيدون ديما لونغ اللي كتكون هنايا كترجع للسميه ديال الغايون هادي لونغ دانسيدونس وهادي لونغ دريفليكسيون جي. العلاقه اللي عندنا ماتيماتيكمون هي ك جي لونغ جي بلس اي ايتيغال ا زيرو مما يستلزم انه جي ايتيغال موان اي. الوغ اون بو دير ك G, la valeur absolue du G est égale à la valeur absolue de I. Nous avons une partie de la réflexion. Nous avons la deuxième loi de Snell-Descartes, qui est la loi de réfraction, pour nous faire le frac binôme bin réflexion. Nous avons un exemple pour faire le phénomène de réfraction. Alors, nous avons l'eau, nous avons l'air. Bien sûr, nous avons l'indice de réfraction. هذا غيكون هذا السطح هذا هو السيرفاس سيبيغاتوار نعتبرو ان هذا هو الغيون انسيدون ها هو دخل. شنو كيبان لينا كيبان لينا ك هذا القلم هذا اللي اعتبرناه هو الغيون انسيدون ما غاديش في داك التراجي نورمال ديالو كيبان لينا بحال مهرس وتقسم وبدل التراجي ديالو. هادي هي الفينومين دغيف فراكسيون. الوغ دابا باسيو الورقه باش تفهمو داكشي ماتيماتيكمون كيما العاده. دابا هنا رجعنا للوريقه ديالنا وغنفهموا هادشي ماتيماتيكمون وغنديمونطريو على كيلكو غلاسيون. هنايا كما نشوفو كما قبيله عندنا غايون انسيدون اللي كيكون جاي من لا سورس غايون انسيدون
La norme est qu'il mène ADA qui compte perpendiculaire à la surface supératoire. ADA N1, l'indice réfraction de l'air. N2, l'indice réfraction de l'eau. Et N1, rayon réfracté. D'extase, un rayon réfléchi. D'abord, un rayon réfracté. La loi réfraction. L'angle qui marque le courbeille, dis-moi l'angle que tu as le rayon. L'angle incidence. L'angle réfracté. Qui m'a fait normalement, car à la sabre d'avoir d'accord à l'émission de l'exemple, normalement, car ce qu'on a dit, ni chan, ou avec une chan à la terrasse, ou à la G. Hada, ou la loi, l'étalon, ce n'est des cartes, en haut, N1 fois sinus I est égal N2 fois sinus G. Alors, quand dirons, loi, N1 fois sinus I, N2 fois sinus G. C'est-à-dire relation qu'il faut comprendre par cœur. Je vais vous raconter comment je vais vous dire que le rayon réfracté قرب la normale ou ماشي بعد حيت عندنا هذا هو المسار ديالو الطبيعي اللي خصو يمشي فيه ولكن هو قرب علاش ما بعدش عندنا هنا ديمونطريو عليها من هذه العلاقة اللي عندنا لانديس ريفراكسيون ديال لو كبر من لانديس ريفراكسيون ديال لير او كا دو ان 2 كبر من ان 1 عندنا حنايا في العلاقة ان 1 ضرب سينوس ديال اي ايتيغال ان 2 سينوس ديال جي الوغ الى حولنا هذا هنا لتحت ان 1 على ان 2 فوا سينوس ديال اي ايتيغال سينوس ديال جي هذه باينه دونك او كا او عندنا ان 2 كبر من ان 1 الوغ ان 1 على ان 2 ان 1 على ان 2 عدد كبير لتحت في الواقع دونك غيكون صغر من 1 الى كان عندنا صغر من 1 وغنضربوه في سينوس اي دونك طبيعه الحال غيكون سينوس ديال اي كبر من سينوس ديال جي سينوس الى حيدنا ما كاينش حتى شي مشكل دونك لونغل اي غتكون كبر من لونغل جي داكشي علاش هنايا في الشكل عندنا لونغل اي كبيره وهنايا عندنا جي صغر من لونغل اي هادشي علاش هنا عندنا لونغل جي قريبه وما بعدات على لا نورمي في الكا الثانيه الا كان عندنا ان 1 كبر من ان 2 غنلقاو باللي الغيون ريفراكتي كيبعد على لا نورمي دونك غنلقاو من هنا لهاد الجهه من هنايا الحاجه اللي بغيت ناكد عليها وكلشي يكون عارفها هي كيفاش نديتيرمينو الغولاسيون دو لونغ ليميت شاك اني في ليكزامبل ناكد لكم انك كتحط الريفراكسيون توتال كيقول لك ديتيرمينو لونغ ليميت هنايا غنشرح لكم في ليكزامبل كيفاش نعرفوا لونغ ليميت هنا مثلا عندنا واحد الغيون انسيدون ضرب في السيستيم واحد السيستيم اوبتيك عندنا هنا لونغل اي ديال غيون انسيدون الوغ ف لا نورمال ديالو زعما نورمالمون شنو خصو يكون التراج ديالو خصو يكون هكا غادي نيشان ولكن في الريفراكسيون اللي عندنا غادي يقرب شويه لا نورمال هكا هذا غيون ريفراكتي حنا عندنا في لونغل ليميت اللي كنقلبوا عليها كنقلبوا على لونغل اللي غادي تبعد وتقرب ل سيرفاس سيبيغاتوار الوغ عندنا هنايا لونغل اي هنا في العلاقه اللي عندنا في ديال سنيل ديكارت ان 1 سينوس اي ان 2 فوا سينوس جي دونك كلما كبرات لونغل اي راه بطبيعه الحال غتكبر لونغل جي الوغ غادي ناخدو واحد الغايو انسيدون اخر اي بريم اللي هو هذا اللي غتكون لونغل ديالو كبيره الوغ راه حتى جي غتكبر بطبيعه الحال دونك جي لونغل غتكبر هي هادي جي بريم وغنبقاو غادي كنزيدو في لي غايو حتى نلقاو واحد الغايون لي بيربونديكولير تقريبا لا نورمي غيكون بحال هكا تقريبا بيربونديكولير الا كان بيربونديكولير دونك غيكون عنده واحد لونغل ديالو ايتيغال اي ايتيغال بي سور دو
دونك هادي هي اللي كنقلبوا عليها، بما انه غادي يعطينا طبيعه الحال الا كانت لونغ كبيره غادي يعطينا واحد لونغ كبيره اللي غادي كتقرب للسيرفاس سيبيغاتوار اللي هو هذا، غيكون غايون ريفراكتي. هادي هي لونغ ليميت. دونك لونغ ليميت الدراري متحسبوش مع راسكم، ها هي نكتبوها جي ليميت. هي فاش كيكون عندنا اي ايتيغال بي سور دو، هنا فاش كيكون اي ايتيغال بي سور دو خصنا نحدو لونغ ليميت ديال الغيون ريفراكتي. دونك غنديمونطريو دابا ماتيماتيكمون من لو لوا دو ريفراكسيون اللي عندنا عطانا سينيل ديكارت. عندنا ان ان سينوس اي ايتيغال ان دو سينوس، دابا نديرو جي ليميت اللي هي هادي. عندنا نحولو هادي هنا ان ان سور ان دو سينوس اي ايتيغال سينوس جي ليميت. عندنا في المعطى انه اي تيغال بي سور دو، دونك غنعوض اي بي سور دو ان ان سور ان دو سينوس ديال بي سور دو، داير راكم كلهم عارفينها هي ان، دونك اي تيغال سينوس ديال جي ليميت. هادي سينوس بي سور دو هي ان، دونك حنا غنقلبو على جي ليميت، غندخلو سينوس موان زاولا اخ سينوس، الوغ يعطينا سينوس moins 1 ديال ان 1 سور ان 2 ايتيغال جي ليميت. هادي هي العلاقه اللي خصنا نكونوا حافظينها ضروري. دابا ما شفنا هنايا راه كلشي غيتعلم من دومونتريا، ما تلقاوش مشكل. هنا غيكون سالي الفيديو ديالنا، وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. فيديو ماجي ان شاء الله في بارتي ماجيه غنشوفوا البريزم ولي زوبجي ريال و ايماج ريال. يلا كنتمنى لكم التوفيق، تلا فراسكم.